تفضل يا خالد. خالد السلام عليكم. قدام سي تفضل يا خالد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس ابراهيم، سؤال على الخفيف بس، يعني بالنسبه للامبليفيكيشن في الاوبتيكال فايبر، احنا تعرضنا لتو كايند اوف امبليفاير اللي هو الاي دي اف اي والرومان. يس. السؤال اللي خطر على بالي، هل تفرق مع، لان هو الامبليفيكيشن حسب ما شرحت حضرتك انه هو وكأنه يعني بياخذ ويف لينث واحده وبيشتغل عليها، فانا خطر على بالي وتفرق معه سينجل مود ولا مالتي مود الفايبر، بمعنى هل هو يدير في امبليفيكيشن لباند كامله ولا ضروري ما يتعامل مع سينجل ويف لينث؟ يعني مثلا سينجل ويندو، لازم يتعامل مع سينجل ويندو، ويندو كامله. لما نتكلم على ويندو كامله يعني نتكلم على باند. ويندو، والويندو هاي لازم تكون في الكالرد مش في الجري. انا لما نقول ويندو انا اتكلم يعني على مجموعه من الويف لينث، يعني اكثر من اشاره، لامدا 1 2 3 4 5 6 7 8 مثلا، صح؟ يس. 1550 نانومتر. كويس. هو بيدير امبليفيكيشن مثلا ل 7 او 8 ويف لينث مثلا، او كل الويف كلهم السي باند بدل... شوف هو بيعمل امبليفيكيشن للباند. اوكي ايوه. السي باند له امبليفاير. طب الال باند نفس الامبليفاير ولا الامبليفاير مختلف؟ الال باند لانه الال باند الفريكوانسي تبعته مختلفه. فهمت؟ بتكلم انت في ال 1600. طب السي باند 1550 هاي الال باند. انا بس بعد اذنك عشان ايش يكون ال الشيء بالضبط. تمام. اوكي السي باند بنتكلم على 1550، الال باند بنتكلم على 1600. تمام. فاذا انا بدي اعمل امبليفيكيشن ل 1550 بقى عندي امبليفاير. طب ال 1600 ديفرنت امبليفاير. طب ال 1300 ديفرنت امبليفاير. اوكي. امبليفاير بير باند، لانه في المستقبل هتسمعوا، في المستقبل القريب يعني خلال سنه او سنتين هتسمع صار في ال باند، فالال باند ديفرنت امبليفاير. اوكي. ولو سنجل مود فايبر نفس المبدا، ما فيش حاجه حتتغير عليه، جست هيتعامل مع سنجل مود. احنا نتكلم على السنجل مود. طب المالتي مود ابراهيم، المالتي مود ما عندك امبليفاير، لان انت فعليا تمام بترسل المود في دايركشن مختلفه. انا محتاج وان دايركشن وان باند عشان اعمل له امبليفيكيشن بشكل كامل. انت ما في عندك امبليفاير للمالتي باند للمالتي مود، لانه اصلا المسافات قصيره جدا، فكيف بدك تعمل له، كيف بدك تعمل له امبليفيكيشن يا خالد؟ فاهمني؟ بقى للمسافات الطويله زي مثلا السب مارين هذا اللي ماشي في البحر سنجل مود، ما في مالتي مود هذا السب مارين، كله سنجل مود. اوكي، كله سنجل مود، ما في سب مارين مالتي مود، ما بوصل. يعني اذا انا استخدمت المالتي مود ما بوصل. احنا قلنا من خصائص السنجل مود كان جو فار. تمام. انما المالتي مود انت عندك ديفرنت مودز، وكل مود بيعمل لك ديسبيرشن على الاشاره وبيعمل مشاكل. تمام. فما حتلاقي فيها. باي ذا واي فور يور انفورميشن، الال باند مستخدم في السبمارين، مش مستخدم في الدبليو دي ام الانترنال، مستخدم في السبمارين يا جماعه. يعني لما تروح على السبمارين ايش بفرق دي دبليو دي ام تبعنا عن السبمارين؟ السبمارين في الباند، في باسيف ريبيتر، في 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 اشياء كثيره. يعني حتى في السنجل مود في السبمارين اللي ممتد ممكن خلينا نقوله لالاف الكيلومترات حسب الخريطه اللي عرضتها في الفيديوهات الاولى، يحتاج الى ريبيتر، بيحتاج الى ريبيتر الامبليفيكيشن. يعني لازم يكون في ريبيتر، ما في في ريبيتر، بس احنا بنسميها ريبيترلس. ريبيترلس هو جهاز باسيف ريبيتر. يعني كنت بعض المرات بيكون في عندك نقاط في البحر هاي تقدر تحط فيها ريبيتر اكتيف ريبيتر. تمام. طبعا والله ابراهيم في عندي مسافه كبيره، فايش لازم اسوي؟ بسوي ايش اسمه ريبيترلس. ريبيترلس اللي هو جهاز باسيف بس بيعمل لك امبليفيكيشن للاشاره، فيزيكال امبليفيكيشن، فيزيكس مبني على الفيزيكس. تمام.
عندهم كاركترستيك معينة، عندهم حاجات معينة في الصبارين بيستخدموها، بس بيستخدموا السي باد والال باد. تمام. وبهيك نكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.